أنا يعني ولدت في منطقة السلمانية وهذا الاسم هو في الواقع أخذ من الأب الأمير الراحل سلمان مثل عملية مدينة عيسى مدينة سلمان والمنطقة دي يعني ميزتها في الواقع يعني ما حدش عارف إن هي يعني رواد الإعلام كانت في هذه المنطقة هذه منطقة صغيرة على أطرافها كانت فيها يعني منزل اكبر رائدين للاعلام اول منزل هو محمود المردي المؤسس حق الصحافه البحرينيه والثاني هو رائد الاعلام الاذاعي بالصوت المخمدي هو عباره عن ابراهيم علي كانو وهذه عباره عن صوته كان يعني مميز لذلك يعني شكلت هذه المنطقه عندما اعيدها اتذكر هذه المنطقه التي تحيط في الواقع هي منطقة من المناطق صغيرة كانت تسمى فريج ما كانت كمدينة وفيها تعدد لكن اللي يشكلها أن هي عبارة عن نوع ما كنا أسرة متكاتفة متكافلة متعاونة متحابة يعني أي شيء يحصل كأنك أنت في الواقع حصل في منزلك وأي تربية كأنك أنت قاعد تتربى في كل هالمنطقة دي الفريج يعني اذا تاخذت روح رجع البيت ليش طالع روح راجع الكل يعني الكل كان في الواقع أن يقوم بعمليه يعني تربيه هذه هي في الواقع شكلت لي بعض الجوانب خاصه في المجال التربوي لذلك تلاحظ مسيرتي على مدى الأربعين سنه كلها او غالبيتها في المجال التعليمي لعده اسباب في الواقع السبب الاول اللي احتضنتنا احنا كمجموعه هي خالتي وهي كانت في اخر مرحلة مديره مدرسه وهي خريجة المعهد مع بداية تأسيسها في بداية الستينات هذا عطى انتباه حتى توجهه وتوجه أخي الكبير الدكتور كذلك معلم وأختي التي تأتي بعده كذلك معلمة يعني أنت نشأت مع العلم أن أنت تتحدث عن الأب والأم تعليم متوسط وأقل من المتوسط لكن الصف الآخر يأتي بعمق تربوي وهذا اللي شكل فيني لذلك عندما تسألني لماذا توجهت للتعليم اقول لك انا كان عندي خيار في احد المراحل الثانويه هي مرحله عمليه المغامره وتحديد المستقبل وكان انا ودي اكون مثل اخي الكبير الدكتور محمد كان هو خريج الكويت تخصص اجتماعيات وتاريخ احنا في الواقع نظرا لان كنا يعني متساويين العدد البنات والبنين وكان اللي يكبرنا هو اخي الكبير الدكتور وكان في الواقع هو هاوي مسرح وتمثيل كان عندما ياتي في فتره الاجازات من الكويت يعمل لنا نوع التدريب على المسرح مع العلم ان احنا ما حدش طلع فينا يعني ممثل بس لانه هو عاشق لذلك كان يعمل البيت نوع خليه او نوع يعني ورشه عمل يعطي كل واحد دور ويقوم بعمليه يعني تسجيلنا هذه ما انسى المواقف يعني ويجيب الحكاوي القديمه شلون تداوى يعني واحنا وكنك انت رايح السوق وتمثل وانت صغير بس يعني كان التمثيل على شكل الكسيد ما يميز هذه المرحله في الواقع هي عباره عن صفاء الذهن البراءه تتذكر من الادوار اللي اعطاها اللي... والله انا باستمرار يعطيني يعني الولد الشقي بحكم انا كنت صغير وكنت يعني في عمليه الحركه الاكثر انت عارف في بدايه الحياه كان الشغل الشاغل حق مرحله الطفوله هو شيء في الواقع هو عباره عن الشجار واللعب. يعني بس كانت في امور صارمه انه يجب تحدد متى ترجع المنزل بس كانت كل الفتره في الواقع هي عباره عن نوع نوع اللعب، واستاذ ايمن اللعب في الفكر الحديث هو عباره عن افضل وسيله للتعليم. لذلك اتت بعض المناهج الحديثه هي عباره عن التعليم من خلال اللعب. إحنا في ذيك الفترة يمكن كنا نعتبرها هي عبارة عن مضيعة للوقت، ولكن هي في الواقع اكتسبنا لها وصقلتنا في جوانب كبيرة. منطقة اللي نسكن فيها السلمانية كانت هي امتدادها منطقة زراعية وبحر، وهذه المنطقة اللي هي عبارة الحين الآن يعني الشارع اللي أنت المبنى عليه لم يكن في الواقع امتدادها هي كلها بحر. أي لذلك أتت المنطقة صقلتنا في عملية يمكن الحركة تواجد إلى المزارع القريبة وكذلك بعد المزارع يأتي الساحل المائي أنا في الواقع يعني درس في ثلاث مراحل يعني درس في مدرسة تسمى العلاء الحضرمي وهذه تعتبر كنا في الفريج لأن ما يفصلها فقط إلا شارع بطول ثلاثة متر يعني على طول تتوجه لها وتدخلها من الباب الخلفي لذلك شعرنا في البداية المدرسة أن هي في الفريج ايوه لانه موجود وكان المنطقه والمدرسه اعدادها صغير وحتى في الواقع يعني عدد الصفوف فيها ونظرا لان انا كنت في بدايه يعني دخول المدرسه كنت صغير اقل من السن كانت الوالده تقول لي اخذوه على اساس يفكنا من يعني ذيته في البيت كانت ودت انا في عمر خمس سنوات ما حد يدخل بس في ذيك الفترات كانت تدخل فقط نوع يسمونه نوع المستمع يعني تضيع عليك سنه بس انت مستمع ما انسى في الواقع كانت بدايتها بعض الايام تاخذني على صوت توديني ليس حبا فيني على خوفا ان انا اشرد ما اروح المدرسه يعني <applause> ميزه مدرسه العلاء الحضربي ان أمامها كان ملعب كبير مفتوح وهذا الملعب كان يستخدم لوزاره الداخليه ايام ما كانت الجلعه يبون الخيول لكي تدريبها على عمليه السير وهذا كان قمه اللي انا استانس اشوف الخيول تمشي عارف ذيك فترة احنا ما نشوف الحيوانات هذه ما انسى المواقف لانه كان يستخدم في عمليه نوع يعني السير نوع الموكب العسكري بتدريب الحيوان على عمليه السير وحكم منطقة اكبر من منطقه ملعب كره قدم. هذه اللي كانت في الواقع تميزه. بعد مرحله ابتدائي في الواقع ان انا انتقلت وهذه المرحله كانت كلها عباره عن يعني السير على الاقدام في الوصول بحكم انه قريب الاماكن. انتقلت الى المدرسه الاعداديه في مرحله انتقالي دخل النظام ثلاث سنوات اعدادي. وكان كذلك بس هي كان نوع الرحله نطلع احنا نمر على بعض مال الفريجان الفريج على اساس نروح مدرسه السلمانيه يعني كنا رحله يعني ناخذ بعض كل واحد على الباب الثاني يلا يعني خل نطلع نروح المدرسه يعني في مرحلة ابتدائية الموقف يعني كانت نهايتها مع بداية الاستقلال. وقيم احتفال كبير. والاحتفال يقيم في الساحة المشاهدة لقصر الشيخ حمد اللي هو حدثوه الحين هذه الساحه اللي هي مشاهد حديقه الاندلس كانت الساحه كبيره يعني انا عاد الوالد الله يرحمه كنت ازين على ابغى سيكل ابغى سيكل في ذيك الفتره السياكل يعني كان الشهره الشهر شرى لي سيكل مو بعارف جديد مستخدم المهم اعطاني سيكل من فرحتي أخذت مع الزملاء يعني مال الفريج ورحنا نبي نحضر احتفاليه وكان في وزاره التربيه احتفاليه يعني وحتى أتذكر الاحتفالي مصورة، كانت الشيء الممتع فيها أني احتفالي أول مرة أشوفه الشيء المحزن أن أنا في ذيك الفترة سرقوا السيكل مالي وضعت السيكل ما كان ذيك الأيام أن أنت تحط فيه يعني توقعت رايح مستانس رجعت صيح توجهت إلى قسم الأدب في الواقع وفي هذه الفترة مارست الرياضة كممارسة يعني وأنتقلت من خلاله في الواقع إلى تحويل الهواية إلى مهنة وانا باستمرار اؤكد حق الطلب اللي معاي لكي تنجح في اي عمل اجعل مهنتك هي هوايتك. المجتمعات المتقدمه الحاليه تقام على عنصر كبير هو العنصر التطوعي. لذلك اعطيك في المجال الرياضي يا اخي من ان لا تمنح استضافه اي بطوله الا تحدد كم عدد المتطوعين وبدون مقابل. على اساس تغرز هذا الجانب. بس الجوانب الاخرى الموجوده في المدرسه كانت جوانب كثيره من التطوعي يعني في الواقع المهرجانات، عمليه الكشافه، كلها عمل تطوعي. لذلك هذه المرحله اللي انا اعتبرها هي المفصليه ان انا اتوجه بحكم ان انا مارست الرياضه وبحكم الجوانب اللي صعبت شلون انا اتخرب واروح الكويت ومتوني الحين والجماعه مال معاي الاصدقاء. وشفت ان انا يعني خالتي الله يرحمها واختي توجهوا الى المعهد العالي للمعلمين. وبس ابغي انا استاذه ايمن المعهد العالي كان في قصر صور يعني هي كلها في قصر الشيخ حمد الذي اقيم والذي سرخ بعد يعني سيكل كذلك درست فيه. هذا كان هو المعهد العالي للمعلمين للبنين. وبعد يعني خطوات معدودة المعهد العالي للمعلمين البنات لذلك هذه الموقع اللي حالين هو قصر الشيخ حمد المحدث هو كان في الواقع عبارة عن منارة في جميع الجوانب سواء كمنارة سياسية حكم أن هذه اللقاءات السياسية كانت تعقد فيه وبعدين حول إلى معهد العالي للمعلمين هو كان تعرف القصور متعددة الغرف هو بعد ما يعني يعني انتهت يعني القياده السياسيه الى الرفاع وبعض الجوانب حول الى الى يعني مؤسسه تعليميه والشيء الراقي ان تدرس في قصر يعني انت ما ما تقول انا ادرس في المعهد العالي معلمي انت تدرس في قصر الشيخ حمد يعني كنا يعطيك حتى بالمصطلح العام أبوه كذي وجهها في جانب معين هذا في الواقع ساعدني في عملية التشكيل والانطلاق لاحقا إلى المجال اللي أنا بديت فيه في الواقع ومستمر فيه لغاية الآن هو عبارة عن المجال التعليمي سواء كان التعليم العام أو التعليم الجامعي هي النقلة أن أنت لأول مرة يكون التدريس مختلط في بداية السبعينيات يعني انا كنت منتصف السبعينيات دخلت يعني بعدين عمليه التغيرات حصلت مع نهايه السبعينيات. الشيء اللي انا يعني كنت يعني ابهرني عمليه التدريس المختلط حتى في بعض المقررات العمليه يعني التي لا تكون فيها حركات. وهذه كانت هي عباره عن سابقه في دول مجلس التعاون يعني وهذا يحسب في الواقع حق يعني دوله البحرين سابقا وحكومتها الرشيده بعمليه أن فتحت وصارت يعني التكافؤ كان موجود مع بدايه يعني عندما اتحدث اقول في نفس المعهد انت تدرس مع البنت والولد بكل يعني اخويه وبكل احترام وتقدير في هذه الجوانب المعينه كنت احب اتردد على المكتبه بس في الواقع الجانب الغير مضيء ان لم ك... لم اكن في الواقع انا اتقيد بعمليه الهدوء كنت اروح المكتبه مع الزملاء نعملها نوع الكوفي شوب نسولف <applause> هذه ما انسى كان امين المكتبه الله يذكره بالخير باستمرار يناديني فيصل فيصل يعني كنا انا صوتي ذيك على صوت جهوري كان ايام الشباب كنت يعني من يدخل اول ما ادخل يقول لي ينبهني جديد يعني ما العلم ان انا كنت اعتبرها هي عباره عن الملاذي في عمليه الوقت الفراغ لكن كنت اعتبرها هي عباره عن نوع المحادثات بصوت عالي. لا في الواقع يعني انا تخرجت من المعهد على اساس ان انا يعني الاول على الدفعه. هذا اللي ساعد اي الحين انا بعطيك هو انا في كل مرحله الاول لذلك كررت في ثلاثة أعياد عيد العلم أنا عندي من المحظوظين أن أنا عندي ثلاثة ميداليات لعيد العلم البرونزية والفضية والذهبية هي تعطى على حسب المراحل وهذه تعطى لتميزك يعني مو بأي شخص حصل خاصة البكالوريوس نظرا لأن أنا يعني ترتيب الأول على الدفعة لذلك عندما توجهت أنا لم أتوجه لمجال علم الرياضة فقط لأن مجال أنا حاولت أن أبرز فيه وأصل له ولغاية الآن أبغى أنقل هالفكرة يعني المتواضعة أن الرياضة اللي وقت الفراغ لا الرياضة لبناء دول الحين وانت تلاحظ أستاذ أيمن والمتابعين ما قوة الدول في تميزها الرياضي وانا هي عبارة عن القوة الناعمة هذه الآن لم تكن في في مخيلتي ان هي قوه بس انا حاولت ان اغير هذا النمط لذلك قلت على اساس اغير لازم ابدا بنفسي وابين ان انا متميز. يعني المجال الرياضي ليس مقتصر على قليلين التحصيل والمصطلح. عشان ابين حق الاخرين يجب ان انا يكون بيتي من طوب ليس من زجاج على اساس اقنع الاخر ان هذا علم تستطيع تتميز فيه مثل بقيه العلوم وتنجح. في 84 ببرنامج في الواقع اعاده تاهيل خريجي المعهد. بتوجيهات سعاده الوزير السابق المفكر الدكتور علي فخرو انا كنت من الدفعات الاوائل في عمليه الرجوع الى الجامعه لدراسه البكالوريوس خلصت في الواقع البكالوريوس كذلك بتميز صحيح هو كان هو برنامج خاص لخريجين المعهد يعني ليس البكالوريوس باربع سنوات هو بكالوريوس بثلاث سنوات اعتماد ان السنتين بسنه واحده لكي مجموعه يصير اربع سنوات، لذلك المؤهل الثاني. ومن هذه المرحله كذلك ان انا زي ما قلت في الاساس عاهدت على نفسي ان انا اتميز باستمرار على اساس انه نوعا ما نوع التنافس. وهذا اللي نقلته في الواقع الى ابنائي حاليا. حاولت انقل لهم ان اقول لهم ترى التعليم هو عباره عن الجسر الذي ينقلك من مرحله الى اخرى والذي يعمل لك كثقه في نفسك في الواقع ويعطيك هيبه في المجتمع هذه باستمرار لذلك نقلت الى ابناء والحمد لله انا عندي في الواقع يعني ثلاثه بنات الكبيره الدكتوره مايسه هي تحضر استشاريه في ايرلندا حاليا ست سنوات في تخصص دقيق في احد تخصصات امراه الجهاز القلبي والمهندسه مشاعل هي موظفه في هيئه الكهرباء والماء ودكتوره المستقبل دكتوره مناير هي دكتوره متدربه في مستشفى الملك حمد. هم كذلك اخذوا نفس الفكر او الرؤيه اللي انا في الواقع كنت اتبناه التميز في اي جانب يكلف فيك. بدايه في عمليه التعديل لذلك الحمد لله هم تميزوا في دراستهم. وهذا يعطي انطباع انه دخولهم كليات الطب نظرا لمجاميع. انا في الواقع تزوجت في مرحله انتهاء مرحله البكالوريوس. ايوه يعني انا في كل المراحل كنت اعمل حتى عندما يعني استدعيت لعمليه مواصله الدراسه كذلك هو عباره عن نوع من عباره عن بعثه. حاليا ان انت عندما تقوم بعمليه الانفتاح ووجودك في يعني الحرم مثل ما نقول الحرم الجامعي بالمصطلح العود يتبادل لك هالافكار ان الحين خلاص هذه المرحله انتهت مرحله بالمصطلح مرحله اللعب والشباب الحين افترض ان تقوم بعمليه تشكيل اسره وتؤسس لها في هذه المرحله يعني تسالني في 84 بديت في الواقع يعني ارتبط في 87 هو من ح... من محاسن الصدف ان عندما ارتبطت تعرفت ان هي في نفس منطقه السلمانيه ساكنه يعني شوف يعني ساعات بس هي انت عارف يعني ساعات عمليه النظره الاولى وبعدين يعني تكتشف ان في ود في بداياته في الواقع وفي يعني يعني تشارك بعض الافكار ومن نفس البيئه اللي احنا فيها في الواقع انت ومن نفس المحيط حتى المحيط العائلي يعني ساعد في عملية التشكيل عندما تعرف يعني كنظام عندما يأهلونك يجب أن أنت تقوم بعملية التدريس في فترة مقابلة نظرا لأن أنا يعني طلوعي الأول على الدفعة في برنامج البكالوريوس خلال الفترة في 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 89 الجامعة طلبت معيدين وتواصلوا معي بشكل شخصي بحكم ان انت الاول على الدفعه وكانت الاخوان المسؤولين من جمهوريه مصر وعاده زي مصر الاول على الدفعه هو يكون معيد يعني تواصلوا معي قال في طلب قدم قلت له انا معلم قال ما عليه انت قدم وبنشوف يعني قدمت الطلب بالوثائق وانا يعني بحكم ان انا كنت رياضي وعندي شهادات كثيره يعني حتى يوم قدمت قال ما شاء الله انت يعني ما يحتاج تقدم اشياء بعد ليش بعد طلب خلاص بيقبلونك. صادفتني مشكله والحين أقول لك يعني تقديري حق المفكر الدكتور علي فخرو كان وزير التربيه في الواقع انت عارف عندما تنتقل من مكان الى مكان اخر هو كل هو دوائر حكوميه. يفترض ان انت تبحث عن بديل حق موقعك. قدمت خطاب ان انا يعني جامعة طالبتني جبت خطاب الجامعه انهم عايزيني. قدمت لوزارة التربية قالوا والله احنا ما نستطيع لانه ما في بديل ابحث عن بديل قلت يعني فين اروح أبعد البديل؟ اروح اوقف في الشارع اقول من عايز يصير معلم محلي؟ قال لي والله هذه الاجراءات وانا في ذيك الفتره كنت انا في مدرس المرحلة الثانوية اثرت على نفسي قلت ليش ما اكتب خطاب حق سعادة الوزير؟ والله بدون ما ابالغ يعني الخطاب ما استمر في حدود اكثر من 24 ساعة نقول 48 ساعة على طول خطاب مباشر من سعادة الوزير المفكر الدكتور علي فخرو أنه ينقل الأستاذ فيصل ملة إلى جامعة البحرين بحكم أن الوزير كان هو أصله هو بالمنظومة هو المعني كذلك بجامعة البحرين لذلك هذه الجوانب اللي أنا يعني في الواقع أقدرها في الدكتور مش مطبوع بخط اليد ديك الايام ما في <applause> وديت الى مكتب الوزير يعني ما ابالغ في خلال يومين يعني اتصل الجامعه قال لي متى بتعمل امورك؟ مكتب الوزير كان وين رايح انت لا ذيك الايام تتكلم ان انت يعني عمليه ما كان ذاك وكان مبنى الوزاره قريب من مدرسه الحور الثانويه يعني طلعت المدرسه على طول قريب يعني المبنى اللي حاليا موجود فيه جزء من الوزارة اللي هو عبارة عن المكتبة العامة هو كان مكتب الوزير هنا آه ومدرسة الحور الثانوية يعني خطوتين كلها عبارة عن اثنين كيلو لذلك هاي اللي ساعدني في الواقع عملية وبدون أي تدخل فقط يعني رسالة بخط اليد مكتوبة يعني ما خط اليد يعني في الواقع يعني وما كان عندي معرفه شخصيه الحقيقه بس يعني كشخص وبينت في ان انا الاول الدفعه وطموحي ان اخدم واطور المجال بحكم 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 وكذلك علما ان احب ان انا انوه يعني ترى الراتب التي تقاضيه في, في 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 الجامعه اقل في حدود 90 دينار 90 دينار في كل فتره اقل بس ضحيت بالمبلغ لان مثل ما قلت في البدايه ان انا ما كان همي في الواقع ان انا اخذ هالمجال لكي اعمل فيه كوظيفه انا انا كنت امتهنه والامتهان معناته ان انت تكرس حياتك في عمليات تطوير تضحيه وهذه الجوانب في الواقع. انتقلت في الواقع 89 90 الى الجامعه وبديت حياتي في الواقع التعليميه بس في التعليم العالي اللي هي عباره عن الحياه الاكاديميه. مرحله مختلفه في الواقع، مرحله عاليه وذيك الفترات كان الاستاذ الجامعي له من ذاك الهيبه والقيمه في الواقع. جدا عالية يعني كنت يعني أتفاخر بنفسي أن أنا عضو هيئة تدريس في 92 في الواقع حصلت على قبول في جامعة مانشستر وهي من أكبر جامعات في بريطانيا وتعتبر الترتيب الثاني بعد يعني جامعة لندن من حيث العمق وهي أتوقع تأسست في 1888 89 اذا كانت قريبه بقول لك حتى الجامعه اللي في امريكا بربطها لك يعني ساعات التواريخ احبها. درس في كليه التربيه مجال المناهج وطرق تدريس التربيه البدنيه وقضيت فيها في الواقع قرابه الستين الا اقل من شهرين. السنة الأولى يعني أنت عارف كان عندي بنت يعني ولدت في 91 دكتورة مايسة حاليا الله يعطيها طولة العمر وزوجتي توني متزوجة أنا في التسعين وأنا طالع 92 أه رحت أنا قبل ثلاثة أشهر على أساس آخذ نوع أه يعني بري انجلش لانجويج كورس وبعدين شهر تسعة التحقت مع زوجتي أخذت إجازة لمدة سنة فقط من وزارة التربية هي مع بنتي وعاشوا معي خلال السنة الأولى كانت صعبة تعرف يعني ديك الفترات كنا أنت في عالم آخر ليس حاليا هي عبارة عن العالم قرية كانت هي عبارة عن وين يعني حتى أتذكر بداية المراسلات بينه وبينها كانت بالرسائل يعني الطابع والمكتوبة وحتى الهاتف كنت يعني الهاتف العمومي أجمع لي الكوينز يعني بس يعني الحمد لله التحقت معي وهذه الفترة اللي أنا قضيتها حاولت إن أنا يعني أؤسس لها لمكان تسكن فيه ويكون تعرف يعني المرأة البحرينية القريبة من أهلها خاصة هي جميع العوائل البحرينية البنت قريبة ما تستطيع إن تخرج عن أهلها مع العلم إن عندها زوج بس طبيعتها كذي شعرت صعوبة. أه كذلك من محاسن الصدف ان مانشستر جامعه مانشستر كانت تبني مبنى للمتزوجين الطلبه الدراسات العليا. وانا حصلت على يعني شقه صغيره اعتبر شقه يعني انت عارف السكن في بريطانيا مش, مش في بريطانيا مش في امريكا يعني كل شيء كبير كل شيء صغير. وبقول في موقف بعد يعني فكاهي. الحمد لله حصلنا سكن مبنى جديد كل شيء جديد يعني سكيورتي اطمئنت عارف يعني مانشستر وال وال يعني او الرؤيه الخاطئه جرام وخطوره ويعني شغل بتعيشين عندما بينت لها ان المبنى فيه سكيورتي تحت وما ينفتح الباب ومبنى جديد وقريب يعني شارع يفصل يسمونه شارع اكسفورد وبعدين الجامعه، تعرف الجامعه في الاوروب الاوروبيه هي عباره عن مباني متفرقه يعني ليس سور. يعني استحسنت الفكره وتواجدت صعوبه في البدايه بحكم ان هي اتركها فتره كبيره مثل ما قلت يعني ان انا اقضي معظم وقتي بين المكتبه واعد وبين المحاضرات التي تبدا في الواقع مساء وتستمر لغايه ستة يعني ستة عباره عن ظلام لان هي تظل الساعه أربع في في الشتاء. بس في الواقع كان الجو العام تعرف انه غيم ومظلم. انا معاها في الواقع لو يعني افاضل بقول لك مرحله امريكا تختلف. بس الحمد لله يعني قضينا فيها الفتره المحدده. من المواقف يعني المضحكه ان تعرف المبنى صغير وفيه صفارات الانذار. واحنا كاسر البحرينيه ان نعمل بخور <applause> في فتره متعوده تعمل بخور في البيت والمنطقه صغيره وما تستطيع تفتح نوافذ لان برد برد يعني مع انه ما يسقط سنون قليل بس برد برد يعني وانت متعود هني جاي يعني غير شغلت وضربت صفاره الانذار عادي طفت صفاره الانذار لم تدرك ان صفاره الانذار مرتبطه بالمطافئ المباني في بريطانيا وحتى في امريكا مطافه ضرب على البيبان حتتكسر مين مين جايين المطافئ ام بالهم حريق في الشقه حصلت يعني توبيخ <applause> إيه يعني تعرف ان يعني اخرجوا كله عمليه طوارئ عباره عن اخلاء كل طالع بال بال يعني اللي طالع بالحمام ما في مجال واقفين في الشارع وبرد والسبب إن شقة فيه صلحة عاملين بخور.